أهلا بكم في قناة كوكتيل. الأغنية بالنسبة لي إحساس ومعاناة وتجربة و... وحشتيني. طرح الفنان محمد منير البوستر الرسمي لألبومه الجديد باب الجمال، والمقرر عرضه قريبا على إحدى تطبيقات شركة الاتصالات الشهيرة. ونشر محمد منير البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق قائلا: الكينج محمد منير فقط وحصريا مع اتصالات ميوزك، استنوا الألبوم الجديد باب الجمال قريبا جدا. وفيما سبق تعرض محمد منير لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثارها لإحدى المستشفيات في القاهرة لعلاج حالات المخ والأعصاب، حيث كشف مصدر مسؤول أنه يتلقى العلاج ويجري الفحوصات اللازمة. وقال كينج في تصريحات صحفية تابعة للساعات الماضية: ما نشر لحالته الصحية أدرك وأعلم أنها من باب محبتكم، ولهذا أردت الطمأنينة للجميع أنني بخير وسأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبوم باب الجمال، والذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل بكله تفاؤل وجمال. وعلى جانب آخر، طمأنت من نقابة المهنة الموسيقية الجمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله وليس في المستشفى بعد أن قام بإجراء بعض الفحوصات الطبية. وأوضحت النقابة الموسيقيين في بيانها أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير وأطمئن عليه وعلى حالته، مشيرا إلى أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضير ألبومه الجديد، وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات اللازمة.